مرحبا بكم جميعا. سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية عمل استبانة على الإنترنت من خلال تطبيق محرك جوجل درايف. بعد تسجيل الدخول نتوجه مباشرة إلى الدرايف عن طريق أيقونة التطبيقات الموجودة في أعلى الصفحة ونختار درايف. لعمل استبانة على الإنترنت نضغط على إنشاء ثم نختار نموذج. نستطيع تسمية الاستبانة الخاصة بنا على الإنترنت من خلال الضغط على نموذج بدون عنوان في أعلى الصفحة ونختار عنوان مناسب وليكن تقييم فيديو الاستبانة. عند كتابة العنوان الجديد سوف يتم تغيير المسمى مباشرة في صفحة الاستبانة كما نشاهد هنا، ويمكن كتابة وصفا للنموذج أو تعليمات للمشاركين من خلال الضغط على وصف النموذج في صفحة الاستبانة تحت العنوان مباشرة. عند فتح النموذج الجديد يظهر لدينا صفحة السؤال مباشرة. كل ما علينا عمله هو اختيار نوع السؤال الذي نريده من خلال الضغط على نوع السؤال. هناك 9 أنواع من الأسئلة يمكن طرحها على المشاركين وهي كالتالي: نص الفقرة، خيارات متعددة، مربعات اختيار، اختيار من قائمة، تغيير الحجم، شبكة، التاريخ، الوقت. كما يوجد عناصر لإعداد صفحة الاستبانة مثل فواصل الصفحة وعنوان القسم والصورة الفيديو. سوف نبدأ الآن بإضافة بعض أنواع الأسئلة وسوف نختار نص. يمكننا استخدام هذا النوع للمستخدمين لكتابة نص قصير مثل الأسماء ومكان العمل والوظيفة إلى آخر. أيضا يمكن جعل هذا السؤال مطلوب الإجابة عليه بحيث لا يمكن للمشارك إرسال النموذج دون استكمال الإجابة عليه بالضغط على مطلوب ثم نضغط على تم. إذا أردنا أن نعدل فقط نضغط على السؤال أو على أيقونة القلم الظاهرة جنب السؤال. كما يمكن عمل نسخة من السؤال بالضغط هنا أو حذفه من خلال الضغط على أيقونة السلة هنا. ننتقل الآن إلى إنشاء السؤال الثاني من خلال الضغط على إضافة عنصر ولنختار نص الفقرة، وهو نفس السؤال النصي ولكن النص يعطي مساحة أكبر للكتابة، وهذا مفيد لكتابة تعليق أو الرد على سؤال مقالي. ونستطيع أن نجعل هذا السؤال مطلوب من خلال الضغط على مربع السؤال مطلوب ثم نضغط على تم. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسئلة وهو خيارات متعددة. يظهر في هذا السؤال ضبط معين يمكن التحكم من خلاله بالاستبانة. سنكتب سؤال معين وليكن: هل توافق على شروط الاستبانة؟ ونفعل هذا الضبط من خلال الضغط على المربع، ومن خلاله سوف يظهر لدينا 3 خيارات وهي متابعة الصفحة التالية، الانتقال إلى الصفحة رقم 1، أو إرسال النموذج. سوف نكتب في هذا الخيار نعم وفي الخيار الآخر لا، وسوف نفعل هذا الضبط. عند اختيار نعم ينتقل إلى الصفحة التالية، وعند اختيار لا ينتقل إلى إرسال النموذج. ثم نفعل السؤال ونضغط على تم. نختار سؤال آخر وهو مربعات الاختيار. الاختيار من مربعات الاختيار، هذا النوع سيكون المشارك قادر على اختيار أكثر من خيار واحد. نكتب سؤال وليكن: من خلال جوجل درايف نستطيع أن نعمل نموذج مستند دردشة عرض تقديمي، ثم نضغط على تم. النوع الخامس من الأسئلة هو اختيار من القائمة، وهو نفس الاختيار من متعدد حيث يمكنك اختيار إجابة واحدة فقط من الخيارات المطروحة، ولكن نستخدم هذا النوع من الأسئلة عندما يكون لدينا قائمة كبيرة مثل أسماء البلدان، الدول، رمز البلد إلى آخر، بحيث يظهر السؤال للمشاركين بشكل قائمة منسدلة في صفحة النموذج. نكتب سؤال معين أو فقرة معينة مثلا الدولة، ثم نضغط على تم.
النوع السادس من الأسئلة هو التدرج، وهذا النوع يسمح بقياس معدل أي شيء تريده من خلال منح المشاركين سؤالا واختيار مقياس من واحد إلى أيا كان. مثال: انطباعك عن تسجيل الفيديو. سنعطيه تدرج من واحد إلى خمسة، وسنكتب هنا في الواحد مقبول إلى خمسة ممتاز، ثم نضغط على تم. النوع السابع من الأسئلة هو الشبكة. هذا النوع من الأسئلة يسمح لك بتسمية بضعة أعمدة وإنشاء العديد من الصفوف كما تريد. في الأعمدة توضع تقييمات على سبيل المثال ممتاز، جيد إلى آخر، وفي الصفوف توضع الأحكام والمسائل التي يتم تقييمها. على سبيل المثال تقييم الفيديو من حيث الموضوع، الصوت، مسجل الفيديو، الشرح، الاستفادة. الأعمدة نوضع فيها التقييمات المناسبة مثل مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز. ونستطيع أن نجعل هذا السؤال مطلوب الإجابة عليه، ثم نضغط تم، ويظهر لدينا بهذا الشكل. من الإعدادات المتاحة لصفحة النموذج نستطيع عمل عناوين فرعية لكل قسم من الاستبيان، وذلك بالضغط على إضافة عنصر واختيار عنوان القسم وليكن المعلومات الشخصية، ثم نضغط تم ونقوم بسحبها ووضعها في المكان المناسب. نستطيع عمل عنوان آخر، كما يمكن عمل فواصل الاستبيان بحيث يستطيع المشارك الانتقال من صفحة إلى أخرى بكل سهولة، وذلك باختيار فاصل الصفحة وتضعه في المكان الذي تريد الانتقال منه إلى الصفحة التالية. نختار فاصل الصفحة ونكتب التالي، ثم تم، ونضعه في المكان الذي نريده. في صفحة التأكيد تستطيع كتابة عبارة للمشاركين مثل أن تشكرهم أو أي عبارة تناسبك. كما توجد عدة خيارات للاستجابة، منها عرض رابط الإرسال لرد آخر، أي يستطيع المشارك إرسال أكثر من رد. نشر وعرض رابط عام إلى نتائج النموذج، أي يستطيع كل مشارك في الاستبيان أو من لديه الرابط بمشاهدة نتائج الاستبيان. السماح للمجيبين بتعديل الردود بعد الإرسال، أي يستطيع المشارك في الاستبيان أن يعدل الردود التي شارك بها. تستطيع نشر النموذج الخاص بك وإرساله إلى المشاركين، أو إضافته إلى موقع الويب الخاص بك، أو إرساله بالبريد الإلكتروني مباشرة من النموذج عن طريق النقر على إرسال نموذج في أسفل الصفحة أو أعلى الصفحة على اليسار من النموذج الخاص بك. عند الضغط على إرسال النموذج تظهر لنا نافذة جديدة يوجد بها رابط المشاركة. بالضغط عليه نقوم بتظليله ونسخه وإرساله إلى المشاركين أو وضعه في موقع الويب الخاص بك. كما يمكنك إرساله بالبريد الإلكتروني من خلال الضغط هنا وإدخال البريد الإلكتروني للأشخاص المطلوبين، ثم الضغط على إرسال. يمكن أيضا اختيار خلفية للنموذج من خلال الضغط على تغيير المظهر في أعلى الصفحة. سوف تظهر لنا قائمة بعدة نماذج، نختار ما يناسبنا منها بالضغط عليها واستعراضها. يمكننا أيضا التحكم في ردود المشاركين من خلال الضغط على ردود والضغط هنا قبول الردود أو رفضها. بمجرد الانتهاء من إعداد النموذج الخاص بك يمكنك اختيار مكان حفظ الردود، حيث سيتم حفظها كجدول بيانات. انقر على زر الردود في شريط الأدوات، ثم اختر تغيير وجهة الرد. سوف تظهر لنا نافذة جديدة يمكننا من خلالها اختيار مكان أو حفظ الردود. سوف يحفظ كجدول بيانات جديد بمسمى تقييم فيديو الاستبانة، أو في ورقة جديدة في جدول بيانات حالي. لك حرية الاختيار. سوف ترى ردود الاستطلاع أو النموذج في ورقة اكسل بشكل افتراضي مع كل التفاصيل، ولكن إذا كنت ترغب في عرض الردود وملخص الرسوم البيانية انقر على نموذج وإظهار الردود. ننقر أولا على عرض الردود. سوف تفتح لنا صفحة اكسل شيت، ونضغط على نموذج ثم إظهار ملخص الردود كما نشاهد هنا.
كما توجد إعدادات أخرى للنموذج في أعلى الصفحة وهي كالتالي: إظهار شريط التقدم أسفل صفحات النموذج، ويقصد به نسبة ما تم الاستجابة عليه من قبل المشاركين. 2- السماح برد واحد فقط لكل مستخدم. عند تفعيل هذا الخيار لا يستطيع المشارك في الاستبيان إرسال أكثر من رد واحد. 3- الترتيب العشوائي للأسئلة، بحيث لا تظهر أسئلة الاستبانة بنفس الترتيب للمشاركين. كما نستطيع مشاهدة الشكل النهائي للاستبانة عن طريق الضغط على عرض النموذج في أعلى الصفحة.